السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقاء، هيا بنا لنركب هذه الصورة حتى نتعرف على موضوع آياتنا لهذا اليوم. إذن الصورة هي مكة المكرمة، وصورتنا اليوم تتحدث عن مكة المكرمة والمقيم في مكة المكرمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. سورة البلد نوعها مكية وعدد آياتها 20 آية. في بداية حديثنا دعونا نتذكر معنا يا أحبابي آداب تلاوة القرآن الكريم مع مريم وعبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقاء. نتذكر معا آداب تلاوة القرآن الكريم. أولا الاستعاذة، أحسنتم، وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا البسملة، ممتاز، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا الطهارة، من يذكرنا ما معنى الطهارة؟ أحسنتم، وهي أن نكون طاهرين. أحسنت يا عبد الله. أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت. وآخرا استقبال القبلة. نستمع الآن أحبائي إلى آيات الدرس. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. بعد الاستماع للآيات المقررة لنتعرف معا على المعنى الإجمالي. يقسم الله سبحانه وتعالى بمكة البلد الحرام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقسم أيضا بآدم وذريته أن الإنسان مخلوق في تعب ومشقة، يقاسي في الدنيا أحوالها وفي الآخرة أهوالها. والآن لنتعرف معا على معاني المفردات. البلد مكة، لبدا كثيرا، والآن يا أحبتي لنردد الآيات الكريمة حتى نتمكن من حفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد،
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين أحسنتم يا أحبائي بعد أن رددنا الآيات وحفظناها فلنستمع مرة أخرى إلى الآيات ونذكركم بالالتزام بآداب التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين والآن انتهينا من الدرس يا أحبائي نسأل الله تعالى أن تكونوا قد حفظتم الآيات وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي الأحباء اليوم نكمل معكم صورة البلد في البداية لنكتشف هذه الصورة المتعلقة بآياتنا لهذا اليوم ممتاز إذا الصورة هي مساعدة الفقراء وآيات درسنا لهذا اليوم تتحدث عن العمل الصالح نستمع الآن أحبائي إلى آيات الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بعد الاستماع إلى الآيات الكريمة فلنتعرف على المعنى الإجمالي تحث الآيات المسلمين على إنفاق أموالهم في وجوه الخير وأيضا العمل الصالح ينجي من عذاب الله يوم القيامة والتحذير من الكفر والتهديد بالعذاب الشديد للكفار لنتعرف الآن على معاني المفردات اقتحم تخطى أو تجاوز أصحاب الميمنة السعداء والآن يا أحبتي لنردد الآيات الكريمة حتى نتمكن من حفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة أحسنتم يا أحبائي، بعد أن رددنا الآيات وحفظناها فلنستمع مرة أخرى للآيات ولنذكركم بالالتزام بآداب التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والآن انتهينا من الدرس يا أحبائي، نسأل الله تعالى أن تكونوا قد حفظتم الآيات وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبكم.